الحمل تقدم أفضل ما لديك لتكون مشاريع ناجحة. لا تقلل من جهودك وكن صبورا حتى تحقق ما تريد. تواجهك مشاكل صعبة مع الحبيب اليوم، ولكن تستطيع تخطي هذه المشاكل بفضل تفاهمكما يا برج الحمل. الثور ربما يكون هذا اليوم هو أسعد أيام حياتك على الإطلاق. كل شيء كنت تتمنى أن يتحقق ربما تجده أمامك، سواء في حياتك الشخصية أو المهنية أو العاطفية. انتظر اليوم سماع أخبار سارة جدا. الجوزاء تشعر أن الأمور من حولك تسير بسرعة غير عادية. يجب عليك أن تتمسك بمنهجك وطريقتك التي تتبعها دائما في حياتك. خذ الوقت الكافي لجمع المعلومات والحقائق التي تحتاجها قبل اتخاذ أي قرار. السرطان على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك اتجاه الآخرين، إلا أنك لا تريد أن يعرفها الآخرون أو من حولك. ربما يدرك البعض أنك لا تسمح لهم بالاطلاع على أسرارك. الأسد يخبرك اليوم شخص ما في العمل بأمر ما تظنه من وجهة نظرك تافهاً. لن تنوي إيذاء هذا الشخص على الإطلاق، ولكن أسلوب حوارك كاف لأن يجرح مشاعر هذا الشخص. العذراء تحاول منذ فترة طويلة إنجاز مهمة ما، ولكن ربما تواجهك اليوم مشكلة متوقعة تتعلق بها، وربما تؤدي إلى تأجيل حلها في الوقت الراهن. توقع أيضا حدوث مشكلة بينك وبين شخص ما. الميزان قد يوجه لك البعض الحديث بطريقة سخيفة مما يؤذي مشاعرك ويجعلك متوترا. لا تنزعج، فربما لا يقصد البعض أن يتحدث بهذه الطريقة. أقضي وقتا هذا المساء مع أشخاص يحبونك. العقرب تشتاق اليوم لرؤية شخص ما، وربما تفكر في اتخاذ قرار جديد بشأن علاقتكما. ربما تفكر في الزواج من هذا الشخص. حاول أن تتخذ قرارك بسرعة، فالحبيب في انتظار سماع هذا الخبر يا مولود العقرب. القوس تقرر اليوم أن تقرأ بعض الدراسات التي تتعلق بالطب. ربما تقرأ بعض الكتب التي تدور حول طرق العلاج البديل، كالعلاج بالأعشاب أو بالعطور أو بالأنظمة الغذائية المختلفة. الجدي الحظ السعيد الذي حظيت به خلال الأشهر الماضية والنجاح الذي حققته في العديد من المجالات يجعلانك أكثر تركيزاً اليوم على المجالات الفنية. الدلو السعادة التي تشعر بها بسبب النجاح الذي حققته خلال هذه الأسابيع تجعلك تشعر أنك قد اكتفيت بما حققته من إنجازات. تستغرق وقتا طويلا جدا للنظر في بعض القرارات التي تتعلق بتحسين وضعك الاجتماعي والاقتصادي. الحوت توقع حدوث موقف ما يجعلك على اتصال بشخصيات مميزة. ستستفيد من الحوار مع هؤلاء الأشخاص. قد يدعوك أحدهم لزيارة مكان ما غريب جدا. إذا كنت أعزب ستلتقي بشريك حياتك.